اسمك ايه؟ انا اسمي ماجد علي كسار. اسمك ايه؟ انا اسمي ماجد علي الكسار. اسمك ايه؟ انا اسمي ماجد علي الكسار. اتنين من دول مزيفين، واحد منهم بس هو ماجد الكسار الحقيقي، وهو الوحيد اللي اقسم ان يقول الحق. عايزين تعرفوا مين؟ تابعوا معانا حلقة الليلة ومين بيقول الحق. اهلا بيكم في مين بيقول الحق، ومعانا نجم البرنامج امير كرارة. مساء الخير مشاهدينا، مساء الخير جمهورنا. قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده تعالوا نتعرف على نجومنا. انا اسمي هاله فاخر. انا اسمي دنيا سمير غانم. متهيألي اسمي شبان ابراهيم. سوبر ستار ميكر سمير غانم. اهلا وسهلا وتحيه كبيره لنجومنا. الشخصيه اللي معانا النهارده ابن فنان راحل عزيز علينا كلنا، ولسه لحد دلوقتي عايش في قلوبنا، وبيقول عن نفسه: انا اسمي ماجد الكسار ابن الفنان الراحل علي الكسار. والدي رفض يخليني انا واخواتي نفكر في الفن، لان الفن في هذا العصر كان بينظر اليه بعدم تقدير واحترام حتى للفنان نفسه. كمان الفن كان في بدايته الأولى وكان كله أشواك وجو غير صحي، عشان كده اشتغلت محاسب ودلوقتي على المعاش. إمضاء ماجد الكسار. ماجد الكسار اتفضلوا اقعدوا مكانكم. وبكده معانا تلاتة ماجد الكسار، يا ترى مين فيهم الشخص الحقيقي؟ شعبان، التلاتة طبعا لابسين زي بعض وشبه بعض ونفس المشية كمان. شاكك في حد فيهم؟ ان شاء الله. في شبه قريب من حد؟ ها استاذ سمير؟ في شبه؟ دنيا شبه باين؟ هلا ايوه. حسيتي بحد؟ انت عارف عبقري طول عمري عبقري ولا مره بتعرفي؟ طبعا. دلوقتي كل واحد هيسال فيكم دقيقه، بس الاول نقول لمشاهدينا لو حد فيكم عارف الشخص الحقيقي يتصل بينا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. راجع لكم بعد الفاصل ومين بيقول الحق. ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي مع دنيا سمير غانم. الأول كده الأول، يلا قدامك دقيقة. عايزة سؤال جامد بقى. طيب يلا. رقم 3، مين كان مشهورين اللي بقى يعني كان من فرقة علي الكسار وبعد كده بقوا اتشهروا لوحدهم يعني منجوم يعني؟ في من التلحين علي الجهلي، وفي من الممثلين بشارة وكيم، وفي زكي إبراهيم، في عبد العزيز عبد الحميد كامل. طب رقم 2، هل هو كان لونه أسمر فعلا ولا كان بيدهن نفسه؟ ما كانش أسمر، لا كان بيدهن وشه. وهو أصلا بلده منين؟ ومن مصر. من يعني منين من مصر؟ السيدة زينب. طب دلك 10 ثواني يا دنيا. خلاص بقى مش عارف. امتى توفى رقم 3؟ توفى سنة 1958. سريع جدا. هني على الصورة. يلا فاضل لي كمان سؤال. خلاص لا خلاص ما عنديش سؤال. شكرا يا دنيا. استاذ سمير غانم بيقول لها اسألي واحد بسرعة. شكلك عايز اسأل رقم 1. هي خلصت؟ خلصت. يلا انا دلوقتي دقيقة. اوكي. نمرة 1، هقول جملة وتقولها زي قام المعروف سلفني 3 جنيه. أنا خلع دبوسي امبارح الصبح. طيب نمرة 2، قام المعروف سلفني 3 جنيه. قام المعروف سيبني. شكرا. نمرة 3، وعندي إحساس كبير قوي إنه هيقولها صح، قول سلفني 3 جنيه. سلفني 3 جنيه.
طيب نمرة واحد، أنت زعلان ليه؟ حد يشوفك ويزعل؟ ربنا يخليك. مستحيلة. نمرة اتنين مبسوط ليه؟ عشان شايفك. ما شاء الله. نمرة تلاتة أنت منور الاستوديو كله. أنا منور بوجودكم. الله يخليك، أنا خلصت كده خلاص؟ آه. طب يلا. شعبان. أنا عايز أسأل رقم واحد، كلمة كسار دي يعني كان هو بيكسر في حاجة ولا كان اسم العيلة يعني؟ يعني احكي لي على كلمة كسار جات ازاي؟ لا هي كلمة الكسار كان ليه صديق حميم قوي ليه وكان اسمه كسار وطبعا بابا اسمه علي، فمن حبهم وتوأمهم الناس بقت تلخبط ما بين علي وكسار فطلعت علي كسار. رقم اتنين، فاكر أول فيلم الحاج اشتغل فيه؟ أول فيلم اشتغل فيه؟ أفتكر كان فيلم اسمه بواب العمارة. ممكن. رقم ثلاثة، كان عنده كم ولد؟ احنا بنتين ولدين. بنتين ولدين؟ رقم واحد، تعرف تغني تعمل لنا حتة زي اللي كان بيعملها يعني؟ ما انا قلت لسمير بيه ان انا اسناني تعبان، بس اقولها لك يعني. قولها على كده يعني. يا عماتي الله يخرب بيتك يا عماتي. هلا؟ انت خليني الاخر. طيب السؤال النمره اتنين، السؤال النمره اتنين، هل مرات علي الكسار اللي كانت بتطلع في الافلام هي والدتك الحقيقيه ولا ممثله؟ لا مش والدتي. مش والدتك؟ لا. طيب السؤال النمره واحد، نجيب الريحاني اقتبس مسرحية من والدك كان اسمها اسم الله عليك، لما عملها نجيب الريحاني سماها ايه؟ مرقص حسن ومرقص وكهان. طيب السؤال لنمرة اتنين برضو، اول مخرج عربي اتعامل معاه والدك الاستاذ علي الكسار؟ مش فاكر. مصطفى اسمه، نيازي مصطفى. نيازي مصطفى. طب كان له جملة شهيرة جدا في الأفلام هي إيه بقى؟ إحنا لحد دلوقتي بنقولها. يخرب بيتك يا مغفل. يا مغفل. جملة دي كانت عجباني. طب آخر فيلم لعلي الكسار نمرة ثلاثة. آخر فيلم خليه على الله سنة 54 تقريبا. أظن أنت حافظ التباريخ. خلصت الدقيقة. ايه جمعتوا اي معلومات؟ اه طبعا. تحلفني. استاذ سمير انت عارف من الاول اصلا؟ لا عندي احساس فني يعني كده. احساس فني. شعبان انا بشك في رجل بطاقيه ملونه ده. ثلاثه ملونين ده في الوان زياده. دلوقتي خلصتوا الدقيقه ودلوقتي نص دقيقه، نبتدي بهاله. نمره اتنين، كان الاستاذ علي الكسار بيغني وبيمثل مش كده؟ ايوه. طب هو بدايته كانت ايه، ممثل ولا مطرب؟ لا ممثل. ممثل. آه. لكنه كان بيغني في الافلام. كان بيغني زي ما بنشوف في الافلام. اه مين بقى اللي كان بيلحن له الاغاني اللي هو كان بيغني؟ ما هو اساسا افتكر يعني هو كان اساسا هو مسرح. اه فكان بيلحنه وقتها في عصره كان سيد درويش اللي موجود وزكريا احمد كامل الخلعي. طب ايه اشهر الافلام اللي انت شخصيا بتحب تتفرج عليها؟ والله كلنا بنحب افلامه طبعا. سلفتة تجني، علي بابا ربين حرامي. شكرا. استاذ سمير غانم. ايوه هسال نمره ثلاثة والفنانه هاله فاخر هي اللي ادتني الايحاء ده. انا كان فعلا علي الكسار دايما يجيب مراته وحماته، مراته وحماته، بس كان منقي اتنين ستات شكلهم غريب جدا يعني ما اعرفش يعني هل في قصه حب بينه وبين واحده فيهم؟ لأن واحدة فيهم شبه عباس فارس والتانية شبه عبد الوارث عصر الله يرحمه، وبيعمل لهم قصص غرام وحب، يعني كان منقي دول ازاي؟ يعني حبيبهم هو ولا لا؟ عشان طبعا الفيلم يطلع كويس فيه. شكرا. خلاص بس انا ده اللي عايزه. السؤال كله خد نص دقيقة. ما انا عايز اوصل للحتة دي. يلا دنيا. رقم اتنين، مين كان مثله الأعلى من فنانين؟ في الفنانين؟ كوميدي يعني؟ اه يعني او مصر الاعلى عموما يعني فنانين. بشارة وكيم. رقم ثلاثة، ايه اسم القهوة اللي كانوا بيقعدوا عليها هو ولما كان يقعد يتكلم في الشغل وكده؟ في قهوة كانوا بيقعدوا عليها.
هو كان بيقعد في عماد الدين. القهوه بقى اسمها ايه؟ مش متذكر بالظبط، تقريبا كان في يقعد في تياترو او حاجه زي كده يعني. طب شعبان هقول انا رقم واحد يعني كان بيحب الرياضه. انت سمعتها غلط. لا اقول الثاني لسه جاي. كمل دوما نص دقيقه. بيحب الرياضه؟ مفيش فنان عشان يحافظ على نفسه كان بيحب ايه في الرياضه يعني؟ بيحب الكوره ولا الحديد ولا بيجري ولا؟ لا هو كان يعشق المشي يعني. تخيل كان يجي حضرتك من شبرا لعماد الدين مشي عشان يفتح صدره ويقدر ما يقف على المسرح. طب هو كان ساكن في انهي حته في شبرا؟ في خلوسي جنب الكنيسه. صح تصدق. تاني انت قلت عليها اسمها ايه؟ وكان بيحب نجيب الريحانه ولا ما بيحبوش؟ حبه لنجيب الريحان كده. شكرا. بس في يعني خلصت دقيقه والنص دقيقه. بس انا عايز اعرف معلومه فعلا، هلا فاخر قالتها، هي مش اللي كانت بتطلع مراته دي امه؟ او بتطلع امه دي حماته بتبقى مراته؟ حماته تبقى مراته. تمام. يعني في الحقيقه ده في الحقيقه ده اللي كانت بتطلع حماته دي مراته صح؟ انا بسمع كده. بس طبعا هم قالوا لنا لا، هنعرف منه بس لما نعرف هو مين. دلوقتي انا ابتدي شعبان، تختار مين فيهم؟ هو الرقم ده واحد. رقم واحد. ودنيا؟ اتنين. شعبان واحد ودنيا اتنين. وهالة؟ انا برضو بضم صوتي لدنيا وبقول النمرة اتنين. نمرة اتنين. استاذ سمير غانم. والله انا كنت من عشاق علي الكسار، فعندي ايحاء كده روحاني يمكن يطلع بشوية بس في كتير قوي منه. تلاتة. رقم تلاتة. يعني انتوا اديتوا رقم واحد صوت واثنين صوتين وثلاثة صوت واحد بس. واكتر واحد شبههم مين؟ ثلاثة على فكرة شوية واثنين، معرفش بقى. ثلاثة واثنين. يا استاذ سمير انا برضو مصر على ثلاثة. على ثلاثة. فمثالي هو اكتر واحد شبهه. صح؟ شبه. شعبان اختار واحد. انا بقول انا رقم واحد. ودنيا؟ اثنين. اثنين. وهلا اتنين. اتنين. طيب تعالوا دلوقتي نشوف مين هو الشخص الحقيقي ماجد الكسار. استاذ ماجد الكسار اتفضل قوم وقف. اتفضل قوم وقف. يا عفريت اعمل فيك ايه انت؟ منك بس لو كنت مصيبه حماتي. كده بقى انتوا كسبتوهم كام؟ 2000 جنيه. كسبتوهم فعلا 2000 جنيه، الاثنين اختاروا، اثنين منكم بس هم اللي اختاروهم صح. دلوقتي تعرفنا على الشخصيه دي، بس الاول نشوف برضو رقم واحد ورقم ثلاثه اسمهم ايه وبيعملوا ايه. ده انا طلعت مغفل. رقم واحد اسمك وبتشتغل ايه؟ عبد الفتاح ابراهيم خليل. وبمناسبه يا استاذ شعبولة انت ما بتعرفش حاجه زي ما قلت حضرتك اللفظ دون، انا اصلا من السيده زيه واسمي واسم ابويا زيه ويعني في حاجات كتير يعني. طيب انتوا جايبين لنا اثنين عيال وجايين تقولوا. ورقم ثلاثه اللي هو اقربهم في الشكل يعني شبهه قوي. اسمك وبتشتغل ايه؟ محمد عبد العظيم محمد، موظف في جهاز ركاب في الدوله. اهلا وسهلا. وبعد ما تعرفنا على الشخصيه اللي معانا دلوقتي لسه معانا شخصيه تانية ومميزه جدا هنتعرف عليها بس بعد الفاصل.